السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. خويا أكبر شمتة تشمتي في حياتك؟ خويا أكبر شمتة تشمت في حياتي هي أنني ما كملتش القراية ديالي، ما قريتش. ما قريتيش؟ كانت القراية كانت عندنا زوينة، كانت الفالور ديالها طالعة مزيان، وكانت القراية كانت شي حاجة سبحان الله، ولكن حنا ما. من خرجتي دابا أنت؟ خرجت من النيفو ديال الثانوية السانكيماني. دابا كون قريتي كنتي تخرج محامي واقع. محامي. واخا نخرج محامي ما غنجحش. علاش ما غتنجحش؟ يسقطوك. سقطوني هما. بكل التواضيع. ويا خويا دابا ولا هبك صاحبي. هي اللي كاينة. ويا القراية الحمد لله اللي بقات فينا حنا دروكا بعدا، يعني علمتنا أخلاق، علمتنا مبادئ، علمتنا شي حوايج الحمد لله. بقينا عاقلين عليهم دابا صافي، دابا راه 20 سنة ولا أكثر وحنا باقيين دابا بحال واحد المثل القديم كانوا يقولوا لنا حنا في الفلامانيغ ديال الفرونسي، قال لك ليكول إي سانكتيير أو طون كو لا شابيل، يعني كان على المؤسسة بأنها مقدسة. وكانوا كيقولوا لنا امثله العربيه، كانوا اساتذه ديالنا اقسم بالله العلي العظيم. كن ابن ما شئت واكتسب ما ادابا. عرفتي اقسم بالله لا باقي كنتفكر لو كانوا كيشوفوني من هذا المنبر الاساتذه اللي قراونا، اللي كانت واحد الاستاذه بعدا كيقول لها مسكينه البلغيتي كانت كتقرينا اللغه العربيه، راه واش هادشي ما عمرها حملاتك؟ لا داكشي ما كانش عندنا، ما كانش تحمال ديك الساعه. والله القسم لكن ما كانش تحمال ديك الساعه. لا كانت لحظه كنا كناكلوا عصا بحال هكا على صبع يدين، وكنا تنقراو والله حتى كنا كنقراو. ودابا النيفو ديال الباك دابا كنمشي تقرا عندهم ما كتلقاهم. انت كتحفظهم دابا النيفو ديال الباك وتطريح معاهم كتلقى راسك انت يعني ديك القرايه ديالك باقا مزيان عليهم. كانوا اساتذه كيتعاملوا معنا بحال والدينا والله الا كنا كنسالو كنتعانقوا مع بعضياتنا. كتعانق مع المعلم؟ والله قسم بالله دزنا في هاد المراحل، مراحل زوينه. كان عندنا واحد الاستاذ كيقرا لنا الفرنسيه، كيساليو الفرنسيه كيسالي كنساليو كيدوز العربيه ماشي كيدوز العربيه، وكيمشي كيدير امام ديال المسجد ديال الجامع كيصلي بكم والله القاسم اخويا والله والله الا صبري بصح هادي ماشي كنا اساتذه بصح كانت النيه. وش شمت اخرى ما تشمتيش من غير القرايه؟ القرايه بارك القرايه انا ندمت عملي ما قريتش ما كملتش قرايتي. صافي والقرايه راه ما عندناش حدود كاع. قال لك اطلبوا العلم ولو كان في الصين، والعلم راه ما عندوش دابا هو مدرسه حدا الدار وما كيقراوش والو. هي بصح دابا الميساج اللي باغي دابا الرساله اللي غدوز لهاد الشباب، انت قلتي لي يعني تشمت انني ما قريتش، شي ميساج لهاد الشباب هذا؟ شي الحاجه يمتى كنفتقدوها، الحاجه يمتى كنعرفوا القيمه ديالها حتى كنفتقدوها. دابا الحاجه ملي كتكثر علينا بحال قلنا الشكل ديال العرض والطلب، الحاجه ملي كتولي عندنا كثير انترنيت وجنات وجدات على التليفونات هذا كتولي القاسي ولا القريه غير مدارس كاينين ولكن ولكن العقل ديال التلميذ ولا غير سميتو الصبوره اللي كتقري غير سميتو كتقري غير الصبوره الالكترونيه، وهذا كتلقى مسكين هو والو يعني هو لا ماتيغ ولا ماتيغ ديال الدماغ ديالو خاويه، ما كايناش شي حاجه اللي هي ناقص. وكان بكري كان غير الكتاب راه كان شي حاجه فهمتي، كتشد الكتاب تقرا وكتقرا عن ظهر قلب وهذا وكوميم كتستافد كتاخذ تي اونغيشيغ لي زانفورماسيون ديالك. ملي كنتي كتقرا عطاوك العقوبه؟ العقوبه دوزنا حنا في الابتدائي، هذا كانت هذيك كذب لك كذاب كاع لي جينيراسيون ديال الثمانينات. حنا دوزنا مش عقوبات، ولكن كانوا ماشي عقوبات، كانوا داك الشيء هو اللي كيخلينا نقراو كيحفزونا، هذاك راه تحفيز راه صيفري. دابا المعلمين اللي غيتفرجوا فيك اللي كانوا كيقراو كاش غتقول لهم؟ واش نقول لهم؟ لا باقيين حيين الله يرحمهم، باقيين اش نقول؟ الله يرحم ليهم الوالدين الصراحه. ما تلقاش بحالهم دابا ما بقاوش باقيين. دابا كان فيهم المحنه، كان فيهم القرايه، كان فيهم الجديه، كان فيهم اش نقول لك، راه كل شيء كان فيهم. كان فيهم حتى والدينا، تصور استاذ ديال اللغه العربيه كنا كنساليو الحصه كتبقى كنساليو والله القاسم كل كيبدا تيبكي الا ما تيقراش مزيان. كان عندنا واحد الاستاذ ديال الفرنسيه اللي ما كيقراش مزيان كيرجعوا للور، عاد خينا قال لي اش كنيت؟ قال لي فرتيت. قال لي انت حاضر الخبز والفرتيت سير بلاص جاوبو اوتوماتيكمون من دماغه واحد طويل بارك الله. قال لي انت حاضر الخبز والفرتيت هو قال لي اش كنيت؟ رجعوا للور. قال لي هو في طاليان دابا والله. قال لي اش كنيت؟ شكون المعلم ولا الدري؟ لا الدري دويت عليه، الدري اللي كان كيقرا في طاليان اوتوماتيكمون. قال لي اش كنيت؟ قال لي فرتيت. قال لي انت مقابل الخبز والفرتيت ودابا هادي تلقائي عطالي واحد اخر طويل. قال لي انت اش كنيت؟ قال لي الكنيت. قال لي انت حدا الحياة طيريب انت اش كنيتك؟ اش كنيتك؟ كنيتي العنتار يعني. العنتاري كنتي معنتر على المعلمين؟ لا ما عمرهم رجعوك حتى للور. كنت كتحترم ولا كنتي كتحترم؟ كنت تهز عليا الدراسة يعني على بيني وبينك. دابا انت قلتي لي ندمتي
اشنا هي الشمت اللي سمعتي في حياتك؟ قلت لك ما كنت لو كون ما كو جاي غسيت مانيير ما غاديش نهضر معاك كاع انا. ميرسي ميرسي بوكو تحياتي ميرسي.